منذ قرنين من الزمان كان هناك طالبا يخضع لامتحان دراسات دينية في جامعة أكسفورد العريقة في بريطانيا، وقد كان الامتحان عبارة عن سؤال واحد يطلب فيه الممتحن من الطلبة أن يكتبوا عن المعاني الروحية والدينية التي استخلصها كل منهم من معجزة تحويل الرب يسوع الماء إلى خمر. بدأ الطلبة يكتبون لمدة ساعتين من الزمان، يملؤون صفحة بعد صفحة بأفكارهم، إلا شاب واحد منهم كان ينظر من النافذة طيلة الوقت المخصص ولا يكتب أي شيء في الورقة. قرب نهاية الفترة أتى إليه الممتحن وأنذره أن يبدأ الكتابة أو يفشل في الامتحان. كان رد فعل الشاب الذي تصادف أن يكون اللورد بايرون أن حمل قلمه وكتب سطرا واحدا. ماذا قال؟ التقى الماء بوجه سيده فاحمرت وجنتاه خجلا. بالإنجليزي كتب: The water met its master and blushed. لا يذكر أحد الصفحات الكثيرة التي كتبها هؤلاء الطلبة في إجاباتهم على السؤال، ولكن خلد التاريخ الكلمات التي كتبها ذلك الشاب لورد بايرون، رقيق الإحساس الذي صار شاعرا مشهورا بعد ذلك. هذه هي الميديا، قد تكون سطور قليلة لكنها موحية، تلمس المشاعر، تغير، وأفضل من ألف كلمة. نحن نعتقد تقليديا أن الميديا ما هي إلا كلمة مكتوبة، صورة، تلغراف، فيلم، إذاعة، تلفزيون، لكنها في الواقع تتخطى ذلك كله. إنها أيضا الطرق، الأرقام، الملبس، المسكن، المال، الساعات، السيارات، الألعاب والأسلحة، وكافة أنواع التكنولوجيا التي هي امتدادا لأنفسنا كما تعلمنا من أبي الميديا مارشال ماكلوهان. قصة أخرى: كان هناك نحاتا يعمل بجد بالمطرقة والإزميل على كتلة كبيرة من الرخام، وكان هناك طفل صغير يراقبه، وهذا الطفل لم يكن يرى أكثر من قطع كبيرة أو صغيرة من الحجارة تتساقط يمينا ويسارا، ولم يكن لديه أي فكرة عما كان يحدث. لكن عندما عاد الصبي إلى الاستوديو بعد أسابيع قليلة، رأى مكان الصخرة أسدا ضخما قويا من الرخام يجلس مكان قطعة الرخام. اندهش الصبي وركض إلى المثال أو النحات وقال: سيدي أخبرني، كيف عرفت أن هناك أسدا في الرخام؟ الطفل افتكر أن النحات أخرج أسد من الرخام، في الواقع هو عمل الرخامة أسد. هذه هي الميديا، الولد اللي بيشاهد النحات هو أنا وإنت، والكتاب المعنون بالميديا يكلم هذا الطفل الذي هو أنا وأنت. نحن لا نعلم ماذا نشاهد، وفجأة نشاهد صورة ضخمة، ونظن أن صانع الميديا كان يعلم أن هذه الصورة الموحية كانت موجودة في الأصل. هذه هي الميديا، ونحن نتكلم إلى المشاهد، أنا وأنتم.